مرحبا بحضراتكم مره تانية. من يومين كان في حفل مهم جدا لاوركسترا القاهره السيمفوني بقياده المايسترو نادر عباسي، واللي ابدع فيه مجموعه من اهم المقطوعات العالميه. المفاجاه ان كان في سوليست عزف اله الفيونيلا اللي ابهرت الجمهور، رنا عبد الوهاب. رنا اللي ما يعرفهاش هي الموهبه المتفرده اللي حصلت على جائزه المبدع الصغير تحت رعايه السيده انتصار السيسي في نسختها الاولى، علشان تنطلق وتبشر بنجمه جديده في سماء الموسيقى. نحن النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر منورنا الموهبه الصاعده رنا عبد الوهاب، ومنورنا ايضا مدربها الدكتور مدحت عبد السلام علشان يعزفوا لنا بعض المقطوعات ويعرفونا كواليس الاختيار لهذه الامسيه. صباح الخير عليك يا رنا، وصباح الخير عليك يا فندم، منورنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. الفيولينا دي حاجه نعمه كده وبنوتاتي خالص زي ما احنا متخيلين، ولا يا دكتور مدحت قبل ما نروح لرنا تقول لنا ان هي اله متاحه للجميع ولاد وبنات؟ هي من اصعب الالات، متاحه للجميع مش هقول كده، لازم يكون العازف موهوب اصلا وايديه مناسبه للاله. دي من احسن الالات، بس طبعا عشان نوصل لمستوى معين محتاجين شغل كتير في الاساس، الموهبه والشغل الكتير اللي وصلنا للمستوى ده. لكن هي مش اله سهله خالص عشان نطلع منها الصوت الجميل ده. في الاول بتبقى صعبه جدا، بتبقى متعبه جدا، بنعدي فتره مزعجه، نقدر نقول مزعجه للشخص وللناس اللي حواليه، بس لازم نعدي الفتره دي عشان نبتدي بقى نطلع الصوت الحلو ونقدر نتحكم في امكانيات الاله. ايوه، كلميني رنا عن كواليس اختيارك، اختاروك ازاي؟ الموضوع حصل ازاي؟ هو بيحصل اوديشن كل سيزون، في سيزون في الاوركسترا بيحصل، يعني كل سيزون بيعملوا اوديشن للسوليستات وبيتم اختيارهم على تفوقهم ويعني موهبتهم وشطارتهم يعني. فانا كنت دخلت الاوديشن، هو كده انا بعزف في الاوركسترا من بدري، يعني سوليست من زمان. وانت كام سنه؟ من عندي كام سنه؟ كنت تقريبا في اولى اعدادي حاجه زي كده، اول حفله ليا كانت في اولى اعدادي. 17 سنه دلوقتي، يعني من حوالي كام سنه مثلا؟ 6 سنين. حلو قوي. فكان اوديشن يعني متعوده عليه، بس هو كان في يعني شويه توتر اكيد. بس لما اختياري في الحفله بس. وحضرتك شاركت ازاي في القصه دي؟ عامل ده ايه؟ انا شاركت بالصدفه البحته الحقيقه على الحفله اللي فاتت يعني. لا ده شيء طبيعي، لان كان هي بما انها الطالبه بتاعتي فحضرتها للحفله، بما انها عندها حفله مع الاوركسترا السيمفوني، دي مش اي حفله، دي حفله مهمه. لازم التدريب، في تدريب الشخصي انها تكون جاهزه، في نفس الوقت لازم تبقى عارفه ازاي تلعب مع اوركسترا وتسمعه، تتجاوب معاه، لو المايسترو سرع تسرع معاه، لو بطأ تبطأ معاه، تعرف امتى يبقى هي المهمه وامتى الاوركسترا هو المهم فتسمعه وتمشي معاه، وهكذا. زي ديالوج بيحصل، عباره عن ديالوج، هو الاول الاوركسترا بيقول التيمه فهي تخش، وبعد كده تستناهم فتتابع، تبقى مصاحبه وهكذا. دي محتاجه تحضير، مش ما بتجيش كده على طول يعني. دكتور، يعني بداية كده علشان الناس تبقى نقدر نقول انها موهوبة، حضرتك قلت الآلة ما هيش سهلة وما هيش صعبة قوي يعني، ولكن هي محتاجة موهبة وتدريب كبير جدا. انا عارف منين ان اللي هيبتدي يلعب عليها موهوب؟ يبتدي هو صغير ولا يبتدي هو كبير، ولا يبتدي بعد ما يجرب ويحبها وودنه تحبها فيقول لا انا عايز اروح اجرب؟ ازاي نكتشف؟ بيبان، كلنا عندنا اطفال، بيبان من الطفوله اصلا، من قبل كده، اذا كان الطفل اللي عندنا ودنه موسيقيه او لا، متجاوب مع الموسيقى، متجاوب مع الايقاع، مع الريتم، مع الحاجات دي، بيبان. فبيبان الموهبه، ده زائد ان هو كمان لما بيشوف اله زي كده فبيقرب منها، بيلعب عليها شويه، وبنشوف الحاجات دي بتبان قبل كده الموهبه. بعد كده بيحصل ديفلوبمون للموهبه، يعني بننميها ونشتغل عليها. رنا هتسمعينا ايه؟ هتسمعينا جزء من الجزء من الحفله. يلا بينا. اوكي.
الله عليك. حاجة حقيقي جميلة ومتميزة. هي الفيولينا للإليت مش هنسمعها بره أسوار دار الأوبرا المصرية، ولا نقدر نسمع منها أنغام شرقي درجة كده على ودننا ونقدر نتعرف عليها بسهولة؟ طبعا، هي دي عظمة الآلة دي، إن فيها كذا أي لون وكذا صوت، علشان كده في عازفين ماهرين برضو في الموسيقى العربية طلعوا منها صوت مختلف تماما. وفي كمان السيجان، وفي انواع كتير. بنتكلم على موسيقى كلاسيك بس؟ نعم، مش بنتكلم على موسيقى طبعًا. كلاسيك بس لا، ده دي آلة يطلع منها الوان كتيره واشكال كتيره من الموسيقى. وده الغريب، ان نفس الآلة دي حد تاني يمسكها هي اللي طلع منها موسيقى شرقي بقى بطريقه مختلفه تماما. ده يعتمد على العازف. الآلة زي ما هي، بس العازف هو اللي ممكن يطلع منها اشكال والوان. وايه الفرق بينها وبين الكمان؟ الفيولينا والكمان مفيش فرق، هي الفرق بس في الموسيقى العربي ان الزبطه بتختلف. يعني احنا هنا عندنا اربع اوتار مظبوطين، سول ري لا مي، من ال تحت للسوبرامون، يعني من الغليظ للايه؟ الرفيع. الرفيع. برافو يا رنا، ردي كده على طول. الموسيقى العربي بتبقى وترين بيتعادوا، يبقى من الغليظ لسول ري، وفي الرفيع سول ري تانيين، فبيدي صوت تاني. الزبطة مختلفة. وكمان على أيام أم كلثوم كمان كان ساعات هي بيعملوها طبقة واطية، طبقة تحت، فيظبطوا الكمانجة طبقة واطية بيسموها، علشان يبقى صوت اغلص كمان، لان في بعض الاغاني بتحتاج انها تنزل تون تحت او نص تون. حضرتك بتدرب رنا وبتوجهها على انها تعمل ايه؟ امتى تعزف كلاسيك، امتى تعزف شرقي، ولا لا احنا واخدين طريقه كده وسيستم؟ احنا حاليا يعني بنتكلم على الكلاسيك فقط مع رنا، لان احنا في كادر الكونسرفاتوار ده احنا بنتكلم في الكلاسيك. يمكن بعد شويه لما تكبر شويه وتتمكن، اهم حاجه ان الباز يعني الاساس اللي ماشيين عليه، لازم الكلاسيك مهم جدا لحاجات كتير. لو احنا اشتغلنا على الاساس الكلاسيك، ممكن نقدر يبقى عندنا اساس سوليد يعني جامد، يخلينا نعمل حاجات تانية كتير. الموسيقى الراقيه العظيمه دي، خلينا نسال السؤال ده رنا. اوكي. انت بتسمعي مهرجانات؟ لا. ما تقدريش، ما تعرفيش، لا ما تخشش هنا، صح؟ لا. ليه بقى؟ لان دي زي ما بنقول، دي زي مش عارفه بيتقالها ازاي، بس دي كل واحد ليه ذوقه. طبعا انا فاهمك جدا. يعني هو كل واحد ليه ذوقه في الاختيار. في ناس بتقول يا عم انا بسمع كل حاجه. لا، مش كل الناس بتسمع. صانع الموضوع ما يقدرش يعني انا حاسس انك عندك اجابه يا دكتور. لا، مش موضوع اجابه، هي قد هي دلوقتي في الفتره بتاعه تاسيس. بعد كده هتقدر تتقبل. لا، ده انا سعيد بالاجابه بالمناسبه. انا طبعا طبعا، هي الفكره انه لكل حاجه ليها وقت. مع السن، حتى احنا نفسنا، حتى في الكلاسيك في اعمال ما بنسمعهاش في السن الصغير، لما بنكبر بنسمعها، لان طريقه الفهم، طريقه التقبل، طريقه التذوق مختلفه. الرد عند رنا كان حاضر وذكي. ذكاء رنا اللي احنا شفناه في الرد وهي بتعمله، استفادت منه ازاي وهي بتتعلم من حضرتك، وازاي ده فرق في مستواها سريعا، انها عندها قدره على اداره الموقف زي ما احنا شفنا في ردها. ما هي اللي فرق الموهبة، فرق المستوى بيختلف من شخص للآخر. وهنا نقدر نتكلم على رنا إن هي اوريدي موهوبة، فبالتالي بتتلقى. سجلي يا رنا الكلام ده عشان أول كومنتات دي بعد كده تقومي قايلة على طول أنا موهوبة يا دكتور وكده، على طول جهزي. طبعا الثقة بالنفس دي حاجة مهمة. هي موهوبة وعندها فاسيليتي كويسة، فالتقبل يعني بتتلقى أسرع من ناس تانية، وتقدر تنفذ المطلوب منها في وقت اقصر. وهنا اللي بيفرق من شخص لاخر. هي كانت اصغر واحده في الاوركسترا ولا كان في اصغر منها؟ قولي يا رنا. اتفضلي. في الحفله. انا اصغر واحده فيهم. اصغر.
اللي فوقيكي كام سنه بعديها كام سنه؟ حاجه و20 سنه يعني، ممكن يعني 22 23 كده يعني، 4 5 سنين مثلا. بس كل واحد يعني بيختلف طريقته يعني. انا مثلا لازم يكون عندي ثقه في نفسي اكتر من اللازم عشان اقدر اقف على المسرح. فمثلا لو انا جاهزه ب100% ممكن على المسرح اتوتر شويه طبعا ايا كان، بس يعني لازم يكون عندي استعداد ان انا ابقى احسن مثلا 150 من 100 200% الجزء ده، علشان لما احس بتوتر او ايا كان الموقف اقدر استجمع نفسي في نفس الوقت، ما يبقاش فيه مشكله. اكيد. طيب هتسمعينا ايه؟ نفس الجزء تاني من قراري. نفس الحفل. قرارك بقى، احنا هنسيبك تعملي اللي انت عايزاه. أحسنت يا رنا، كل الشكر ليكي، وكل الشكر ليك دكتور مدحت عبد السلام مدرب آلة الكمان بأكاديمية الفنون، نورتنا وشرفتنا. شكرا جدا لحضرتك رنا العازفة الموهوبة، نورتينا وشرفتينا وأحسنت جدا. فعلا الموسيقى زي ما بيقولوا كده غذاء الروح، يعني احنا فعلا لما سمعنا رنا وهي بتعزف وشفنا قد ايه الإنسان ممكن يعني يرتقي بنفسه، زي ما بترتقي بالرواية اللي بتقراها وبترتقي بالفيلم اللي بتشوفه. انت لو ارتقيت بالموسيقى اللي بتسمعها قد ايه هتعرف الفرق ده. ما اقدرش اتكلم على موسيقى المهرجانات لان انا يعني شهادتي مجروحه، يعني شخصيا يعني انا ما بحبش الموسيقى اللي بتدخل الوان من العزف الثقيل، لكن انت لما تسمع حاجه كده كانك في فيينا او كانك في مسرح البولشوي في موسكو، دي حاجه تانية خالص، ما اعتقدش الفرق. صح ولا الاشكال المختلفه من الفنون موجوده ومطروحه، كل واحد بيحب اللي هو بيفضلوه، بيحب الذوق اللي هو بيميل له. وظيفه الناس او وظيفه العازفين انهم يقدموا اللي بيحسوه واللي بيؤمنوا بيه، والجمهور هو اللي بيختار. صح.